حسن حلبي. أنا مسافة جديدة سكان الزربية، سكن فيها سنتين لا بعد الأجواء الزرقاء، فقلنا الأجواء الزرقاء دافية في أهلها وفي طقوسها. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأنا صحيح بتشكركم فضل الفضل لهذا الحضور رغم يعني الأجواء ورغم جو الشتاء أصلا بطبيعته جو يميل الإنسان للكسل. تعودنا في وطننا العربي الكبير أن نكرم المبدعين من جميع أصناف الفنون والإبداعات بعد رحيلهم عن هذا الكون، يعني بعد موتهم. أما المبدعين الذين خاضوا معركة الفكر والفلسفة وتجلياتها فإنهم هم يكرموننا بأن ورثونا مؤلفات تساهم في إعادة بناء وعينا من أجل النهوض وكيفية التعامل مع القضايا المعاصرة التي تهم شعبنا وأمتنا على مدار أو على امتداد التاريخ. في هذا المساء سنتحدث عن أهم الكتب الفكرية للمفكر الراحل حسن حنفي. ولد المفكر العربي الراحل حسن حنفي في 23/2/1935، وقد توفي بتاريخ 21/11/2021، وهو مفكر وأستاذ جامعي وأحد منظري اليسار الإسلامي وتيار علم الاستغراب، ومن أهم تلاميذه نصر حامد أبو زيد، ومن أهم تلاميذ هذا الرجل، وأيضا هناك علماء آخرين. كتب علم الاستغراب، وللأمانة هذا الكتاب يعني من لا يقرأه سيفوته الكثير عن معرفة التوأمة أو التوفيق ما بين الأصالة والمعاصرة وما بين قراءة الواقع الذاتي والعام عند الآخر. الآخر يعني اللي هو المجتمعات التي تقدمت عنها حضاريا مثل أوروبا. مقدمة في علم الاستغراب تحت عنوان التراث والتجديد، قسم هذا العنوان إلى ثلاث جبهات: الأولى موقفنا من التراث القديم، والثانية موقفنا من التراث الغربي، والثالثة موقفنا من الواقع بين قوسين نظرية التفسير. وفي الجبهة الأولى من العناوين الثلاثة، العناوين الأولى للجبهة الأولى تمت كالتالي من سبع عناوين: الأول من العقيدة إلى الثورة، من النقل إلى الإبداع، من الفناء إلى البقاء، من النقل إلى العقل، العقل والطبيعة، الإنسان والتاريخ. كلها عناوين لو يعني تعمقت في كل عنوان تجد أن هناك حكاية ستكون فعلا عميقة تخص بنية وعي المجتمع العربي وبنية تفكيره. في الجبهة الثانية من اللي هو موقفنا من التراث الغربي، أيضا هو يتساءل ويكتب عن هذا الموضوع مصادر الوعي الأوروبي، وهذا بالمناسبة القليل من المفكرين العرب الذين تطرقوا لهذه المسألة، بداية الوعي الأوروبي، وأيضا البند الثالث نهاية الوعي الأوروبي. الجبهة الثالثة وحملت عنوان موقفنا من الواقع، حكى في تاريخنا، حكى في الوعي الأوروبي، الآن بده ينتقل للجبهة الثالثة والتي حملت عنوان موقفنا من الواقع بين قوسين اللي هي نظرية التفسير، وكانت كالتالي: المنهاج، العهد القديم، العهد الجديد. في كل ما تقدم نجد أن حسن حنفي اهتم بالتراث وحاول أن يوفق، وهذا ما عجز عنه الكثير من المفكرين العرب، يعني حاول أن يجد صيغة توفيقية ما بين الأصالة والمعاصرة والحضارات اللي بتحيطنا واللي ممكن إحنا تأثر فيها تأثر مباشر، ليستنتج إلى مسألتين: الاستغراب في مواجهة الاستشراق، والاستغراب في مواجهة التغريب. هذا المساء سيكون معنا الأستاذ مجدي ممدوح، أنا سميت الأستاذ مجدي ممدوح ضبير الفلسفة في الأردن بالأمانة بحكم علاقتي فيه. صحيح هو أحد، أولا هو عضو في الجمعية الفلسفية الأردنية، وكان عضو في هيئة الإدارية، وقد كان مسؤول عن لقاء الثلاثاء الذي يعني يتم كل ثلاثاء في عقد ندوة فلسفية، أيضا عضو في رابطة الكتاب، شارك في عدة مؤتمرات فلسفية، له
له مؤلفان إشكاليات في الثقافة في الفلسفة العربية في الفلسفة المعاصرة ومدخل إلى الفلسفة الغربية، وهذا سنناقش في ندوة لاحقة، والفلسفة الفرنسية المعاصرة. الأستاذ مجدي يعني من سيكون سيضع بقع الضوء أو سيسلط بقع الضوء على ما أشرنا إليه من كتاب الأستاذ حسان عنفي رحمه الله ورحمة جميع المفكرين الذين أضاءوا شمعات لنا كي نستدل في الطريق بعد رحيله. تفضل أستاذي. أسف مساء الخير. طبعا يعني احنا راح نتكلم عن مشروع حسن حنفي، وسيكون هناك قراءة للمشروع، ولكن يعني بالدرجة الأساس سيكون هناك نوع من النقاش والنقد أيضا. يعني احنا لسنا في معرض نكرر ما قاله حسن حنفي، نعرضه ثم نعرضه للنقاش والنقد. طبعا يعني حسن حنفي لماذا نتكلم عنه اليوم؟ يعني هو يعتبر من أصحاب المشاريع الفكرية، يعني الذين طرحوا مشروع فكري في العالم العربي أو بالفكر المعاصر يعني معدودين، يعني وهو أحدهم، مشروع متكامل يعني، وهو يقف شأنه شأن محمد أركون ومحمد عابد الجابري وغيرهم من أصحاب المشاريع الفكرية، فهو صاحب مشروع متكامل. الآن هو يعني طبعا تأجل الحديث عن يعني قراءة مشروعه لأن مشروعه لم يكتمل، يعني كل من أراد أن يكتب عن مشروع حسن حنفي هو يقول له تمهل، يعني أنا لم أكمل مشروعي وكذا، ومنها وكانت حتى اللي تكلم عنها الجبهات أو هذه المشاريع الثلاث كانت متداخلة، بحيث يعني قطع مثلا مشروع التراث والتجديد وعمل في مشروع الاستغراب يعني عام 90 وتأجل، يعني تداخلت الخطوط، فلذلك بقي يعني قراءة هذا المشروع بقيت مؤجلة. اليوم بعد ما يعني هو يعني غادر إلى عالم الأبدية، فيصبح لزاما علينا أن نقرأ مشروعه في ضوء ما قدم. طبعا يعني أي مفكر معاصر يطرح مشروع فكري الآن يجب أن يكون لديه ثلاثة عناصر ماثلة في أي مشروع ولا مفر منها. العنصر الأول التراث، يعني أي مفكر معاصر اليوم يريد أن يطرح مشروع فكري عليه أن يكون ملم بالتراث، بالتراث العربي الإسلامي. والحقيقة يعني الكثير من المشاريع التي حاولت تجاوز التراث فشلت فشلا ذريعا، يعني لم يكتب لها النجاح. أي مشروع فكري تجاوز التراث وحاول القبض عليه والانتقال إلى الحداثة لم يكتب له النجاح. وهناك مشاريع يعني فكرية فاشلة كثيرة، يعني بالغت في موضوع طبعا العلمنة وموضوع التحديث والتغريب وغيرها من المشاريع، كلها طبعا هذه المشاريع تقريبا انقرضت واندثرت ومن أيام الثلاثينيات، يعني طرح العديد من المشاريع، سلام موسى وكذا، يعني غربيين 100%، لم يراعوا عنصر التراث، لأن يعني أنت تريد أن تقيم مشروع يجب أن يكون لديك أساس يعني من تاريخك ومن تراثك. حتى الفكر الغربي يعني عندما عصر النهضة هو استلهم تراث اليوناني، يعني وكان يعني تراث غني ومتقدم، فاستطاعوا أن يعني أن ينشئوا مشروع النهضة من خلال التراث اليوناني بالدرجة الأولى، والروماني أيضا اللاتيني، التاريخ اللاتيني، وانبثقت. فلذلك أي تجاوز للماضي وللتاريخ وللتراث في أي مشروع فكري هو يعني سلفا هو هذا المشروع مرفوض. من هنا يعني حسن حنفي طبعا يبدو أنه تميز عن الكثيرين
بإلمامه الكبير بالتراث. يعني أنت لما بدك تنشئ مشروع فكري، يعني هو درس التراث من أيام ما كان طالب، هو يعني في درس في فرنسا، وكانت حتى رسالة الماجستير والدكتوراه كلها حول التراث والتفسير. فكان يعني في هذه المسألة تأسيسه أو تجهيزه الثقافي متين جدا. بالجهة أخرى حسن حنفي أيضا ملم بالتراث الغربي اللي هو العنصر الثاني. احنا حكينا انه اول عنصر يجب ان يكون ملما بالتراث. العنصر الثاني اللي هو الحضارة الغربية او الفكر الغربي، لانه احنا عندما اردنا ان ندخل المعاصرة من ايام النهضة الاولى، يعني الافغاني ومحمد عبده لما اسسوا مشروعهم قامت على هذين الجناحين اللي هو تراث غربي وتراث عربي إسلامي، فكر غربي، حضارة غربية هي المعاصرة والأصالة والهوية من التراث العربي الإسلامي. هذا كان حاضر في مشروعهم، وأوضح ما يكون كان في مشروع محمد عبده، إنه يعني مع إنهم شيوخ والبعض يصنفهم طبعا سلفيين وغيره، لا هذول كان المشروع الغربي أساسي، الجناح الغربي أساسي. يعني لما انطرحوا حتى الأفغاني كان واضح أنه هو يريد أن يدخل الحضارة الغربية في صميم ويلقحها بالتراث العربي الإسلامي. فلذلك إحنا نهضتنا الحديثي قامت بهذين الجناحين. وإحنا لما نقول حنفي وغيره من المفكرين اللي طرحوا مشاريع، هم بالنهاية يعني ورثت هذا المشروع النهضوي الأول. يعني لا يوجد أي أساس فكري لمشروعهم إلا هذا المشروع، يعني باعترافهم جميعا. يعني مثلا تسأل أي مفكر أنت شو جذورك، يقول لك إحنا جذورنا النهضة الأولى، محمد عبده، الكواكبي، الأفغاني اللي أسسوا لمشروع النهضة الحديثة بعد الانقطاع الطويل. طبعا العرب خرجوا من التاريخ، وعندما أرادوا أن ينهضوا في نهاية القرن التاسع عشر وضعوا هذين العنصرين اللي هو تراث غربي. وطبعا حسن حنفي حسب ما أنا يعني قرأته من أفضل الذين درسوا الفلسفة والفكر الغربي، وهو أيضا مارس تدريس الفلسفة في الغرب. يعني درس حتى بأمريكا، كان أستاذا زائرا لحوالي 10 سنوات وهو يدرس الفلسفة في الغرب، وملم بالتيارات الفلسفية المتعددة. وهذا واضح طبعا لما نقرأ كتابه مقدمة في علم الاستغراب، يستعرض هو يعني ثقافته في الغرب كيف يتعرف على هذه الثقافة ويقيمها ويعيد إنتاجها بالمصطلح الجديد الذي أرساه وهو الاستغراب. طبعا يعني مصطلح الاستغراب مشتق يعني اللي هو المعنى المقابل للاستشراق. إذا كان الغرب قد مارس علينا طوال أكثر من 150 سنة أو أكثر من أيام المستشرقين الأوائل، مارس يعني احنا كنا موضوع للدرس وكان الغرب هو الدارس، يعني هو الذات ونحن الموضوع. يعني سخر كل امكانياته الغرب ومنهجياته وادواته البحثيه في سبيل دراستنا. طبعا الهدف من الاستشراق كان واضح، انه جمع اكبر كميه من المعلومات عن الشرق لكي يسهل السيطرة عليه. يعني المشروع الاستشراقي منذ بدايته كان مشروعا ملغما، انه كان مشروعا رديفا للمشروع الاستعماري. يعني الظاهرة الاستعمارية لما بدأت في الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان واضحا ان المشروع الاستشراقي وهي مخصص لجمع معلومات عن الشرق لكي يكون من السهل السيطرة على هذا الشرق وتبرير
كل الادعاءات التي تدعيها الظاهرة الاستعمارية. يعني الظاهرة الاستعمارية قالت بأن هذه الشعوب غير قادرة على حكم نفسها بنفسها. ولذلك يعني حتى يبرر هذا الاستشراق صنع الشرق كما يقول إدوارد سعيد، يعني الشرق هو صناعة غربية. يعني هذا الشرق اللي احنا صوروه، الشرق الاستبدادي السحري الغيبي، يعني ألصقوا فينا كل اللاديمقراطي، ألصقوا فينا كل ما هو مضاد لعناصر التقدم عندهم. والسبب في ذلك هذا الخطاب هو من أجل تبرير الظاهرة الاستعمارية برمتها. طبعا يعني الذين فككوا هذا الخطاب الاستعماري، وظهرت هناك مشاريع مثل مشروع إدوارد سعيد فكك هذا الخطاب الاستعماري. هذا الخطاب الاستعماري يركز على أشياء هو يدعيها، إنه فوائد الاستعمار إنه هذول شعوب غير قادرين على حكم نفسهم بنفسهم، إحنا بدنا نقدم لهم الثقافة، بدنا نقدم لهم الحداثة، بدنا نقدم لهم التجربة الديمقراطية، التجربة البرلمانية وغيرها وغيرها وغيرها. وهم طبعا يعني الخطاب الاستعماري من حابيله ومن حيله أنه يظهر هذه الفوائد الظاهرية ويخفي المقاصد الأصلية. يعني يخفي أنه الاستعمار جاء لنهب هذه الشعوب. يعني عندما ندرس الظاهرة الاستعمارية أصلا هي حدثت بعد نفاذ كافة المصادر الطبيعية في الغرب. يعني الغرب في النهضة الصناعية أو بالثورة الصناعية استنفذ المواد الخام وانتقل إلى الشرق من أجل جلب وأسواق جديدة وجلب مواد خام جديدة، وصار هناك طبعا الظاهرة الاستعمارية تنافس بين بريطانيا وإيطاليا وبعض الدول وفرنسا. يعني الظاهرة الاستعمارية بالأساس هي ظاهرة من أجل إنقاذ الرأسمالية من أزمتها. ولغاية اليوم طبعا الرأسمالية عندما تمر بأزمة نحن المرشحون لكي يسطروا أزمتهم. يعني قمة الأزمة التي حصلت في الرأسمالية العالمية قاموا بتصديرها إلى الشرق وحلوا أزماتهم، ولا زالوا طبعا يعني مسلسل حل الأزمات يعني وتصديرها للشرق لا زال مستمرا لغاية اليوم. يعني نحن يعني أصبحنا مكب نفايات للغرب في الظاهرة الاستعمارية، في الموجات التي جاءت، في يعني دائما هما يصدروا أزمتهم لنا. فلذلك يعني الخطاب الاستشراقي تم فضحه طبعا، وطبعا يعني دعا إدوارد سعيد طبعا في نهاية كتابه قال يعني مصطلح الاستغراب هو اللي نحته إدوارد سعيد أولا، ولكنه لم يحدد المفهوم بشكل دقيق. ولذلك حسن حنفي تلقف هذا المشروع اللي هو هذا المصطلح وبنى عليه هذا المشروع الكبير اللي هو مشروع استغراب. المشروع الاستغرابي طبعا هو يصب في الجبهة، هو قسمها لجبهات كما تفضل أحمد، إنه جبهة التراث، جبهة الوافدة من العنصر الغربي، وجبهة الواقع. هسا علم الاستغراب هو مختص بنقد الفكر الغربي، يعني هذا هو المشروع الاستغرابي بأكمله، قائم على نقد الفكر الغربي ونقد المركزية الغربية. يعني كيف أصبح هذا الفكر هو فكر كوني؟ يعني لماذا؟ يعني هاي أول يعني اشتباك لحسن حنفي مع الفكر الغربي، أنه أراد أن يضعه في تاريخيته. يعني هذا أول نقد للمركزية الغربية، يعني لماذا المشروع الحداثي الغربي هو مشروع كوني؟ يعني هل أن الحداثة الغربية التي حدثت في أوروبا الغربية، انطلقت من وسط أوروبا، هل هي هذه الحداثة يعني
ملزم الشعوب كلها انها تكرر هذه النسخه من الحداثه كما رسمها الغرب، وحاول ان يفرضها بالقوه وبالقوه العسكريه ومن خلال مراكز البحثيه وقوته الفكريه ان يفرض هذه الحداثه وكانها هي حداثه كونيه، وكان الشعوب لا تستطيع ان تنتج نسخها من هذه الحداثه. طبعا لما ندرس كافة يعني المفكرين الغربيين كلهم بدعوا انه الحداثة الغربية هي حداثة كونية. لما ندرس هابرماس، ندرس كانت، ندرس اي واحد منهم، هو ادعاء انه الحداثة الغربية هي الاصل. طبعا هم ادعاءهم يعني مبرر، لان لم يظهر خلال تاريخ الحديث أي عقلانية أو أي فكر يوازي الفكر الغربي. يعني من ناحية تاريخية ربما يكونوا محقين، يعني لم تنتج الشعوب أي نسخة. الآن النسخة العقلانية الحداثية المطروحة، يعني عندما نقول عقلانية وعندما نقول حداثة، فتش بين تجارب الشعوب، لا يوجد أحد طرح عقلانية حديثة توازي هذه العقلانية. فلذلك الحداثة الأوروبية أو المشروع الفكري الغربي استفرد بالساحة وطرح مشاريعه دون أن يكون هناك مشروع فكري له أدوات منضجة لكي يقارب هذا المشروع وينقده. طبعا يعني ربما في وقت متأخر ظهرت في الاتحاد السوفيتي تجربة فكرية عميقة استلهمت الماركسية وغيرها، ولكن بالنهاية الفكر الغربي بقي يعني وحيدا ومستفردا في الساحة الفكرية، بحيث لم يجرؤ أي فكر غير غربي أن ينقد هذه التجربة. جاء هناك طبعا نقد من داخل التجربة الغربية، كان هناك نقد، ولكن النقد الذاتي لا يرتقي إلى النقد الجذري. فالفكر الغربي كان بحاجة إلى نقد من خارجه، يأتي أحد من خارج الفكر الغربي لكي ينقد هذه التجربة ويقيمها ويكشف عن المسكوت عنه داخل هذه الحضارة أو هذه الحداثة أو هذا الفكر. في أشياء مسكوت عنها لم يستطع أحد الكشف عنها. طبعا هنا بأتي مشروع، يعني أهمية أي مشروع استغراب. ما هو مشروع الاستغراب؟ هو دراسة الغرب، يعني كما هم درسوا الشرق من منطلقاتهم، نحن مطالبون، وهذا طبعا مشروع حسن حنفي اللي هو جاء في حقبة التسعينيات، وهو يعني لا نستطيع أن نعته بالمشروع المتكامل، هو سماه بيان، يعني أصدر بيان استغراب، بحيث أنه قال أنه صح أنا استعجلت، وهو مشروع يحتاج إلى جهود كبيرة جدا ويحتاج، ولكننا يجب أن نبدأ، يجب أن نبدأ منذ الآن في دراسة الفكر الغربي أو ممارسة الاستغراب على الفكر الغربي كما هو مارس علينا فكره الاستشراقي. الآن يعني من حقنا أن نتساءل، يعني حسن حنفي عندما طرح مشروعه، هل أن الفكر العربي وصل للمرحلة أو للنقطة من الكينونة بذاته بحيث يكون قادرا على فحص ودراسة وموضعة الفكر الغربي؟ يعني عندما درسنا الغرب كان يمتلك منهجيات فعالة وكفؤة، واستطاع من خلالها أن يدرس حضارتنا ويدرس تراثنا بما يخدم مصالحه. الآن عندما نقلب الآيات، يعني نريد أن نمارس الاستغراب كما هو مارس الاستشراق، هل فعلا الفكر العربي عنده أدوات ومنهجيات بحيث يستطيع أن يدرس هذا الفكر الجبار؟ يعني الفكر الغربي فكر كبير، يعني منذ عصر النهضة وتوالت ودخولنا الحداثة مع ديكارت وبعد ديكارت ولايبنز وهيجل وكانت والفلسفة الحديثة والمعاصرة،
يعني أدوات فكرية جبارة. أين نحن الفكر العربي؟ أين هو من هذا الفكر حتى يخضع هذا الفكر لأدواته البحثية؟ يعني هل نستطيع أنه إحنا نجعل من الغرب موضوعا بعد أن كان ذاتا؟ هل نستطيع أن نقلب هذه الآية ويصبح العرب أو الشرق دارسا وذاتا ويصبح الغرب موضوعا؟ هل نستطيع الإحاطة به في أدواتنا البحثية؟ هذا سؤال، وسؤال كبير في أي مشروع استغرابي. والذين كتبوا في مشاريع الاستغراب كان هذا السؤال مثلا، إنه عندنا أدوات إحنا ندرس فيها الغرب. حنفي طبعا أنا كما نوهت إنه يعني حنفي كان دارسا جيدا للفكر الغربي، وعندما تكلم عن الفكر الغربي ربما هو توصل إلى نتائج مهمة جدا ولم يتوصل لها أي مفكر قبله، رغم إنه هو يعني استعمل مناهج غربية. يعني ما في مناهج عربية تفي الفكر الغربي حقه من الدراسة. يعني أنت الآن عندما تريد أن تدرس الفكر الغربي مشكلة أنك تستخدم أدوات بحثية غربية. يعني كيف أنت تريد أن تقوض هذا الفكر وتموضعه وتضعه في حدوده وأنت لا تملك المنهجيات الموازية لهذا الفكر؟ يعني هنا هذه المعضلة الكبيرة. طبعا إحنا هنا الآن نطرح المشروع ونطرح تساؤلات. حسن حنفي يعني ربما يكون أفضل من غيره، قدر أنه يتوصل لبعض النتائج ضمن دراسته الاستغرابية للفكر الغربي. أول نتيجة ربما تكون كانت يعني نتيجة تعتبر نجاح كبير لمشروعه، أنه وضع الحداثة الغربية في سياقها التاريخي، أنه هذه الحداثة ظهرت في زمان ومكان معين، ولا يوجد أي مبرر أنه إحنا نمد هذه أو نجعلها حداثة كونية، أنها حدثت في أوروبا الغربية وهي تابعة لتاريخهم، ونحن غير ملزمين بأن نتبع طريق الذي اتبعوه الغرب. ولذلك يجب على كل شعب أن ينتج نسخته من الحداثة. النتيجة الثانية إن هو كشف مصادر الوعي الأوروبي اللي هو نوه لها أحمد، إنه من الأشياء المهمة اللي درسها إنه أنت بدك تدرس الوعي الأوروبي أو العقل الأوروبي أو الفكر الأوروبي لازم تدرس جذوره والمصادر الأولى لهذا الوعي. طبعا الوعي الأوروبي كما يعني أعلن عن مصادره قال أن لدي مصادر متعددة، وهي أولا المصدر اليوناني، ثانيا المصدر اللاتيني الروماني بالدرجة الثانية، والتراث المسيحي اليهودي. يعني الآن في الثقافة الغربية هذه الأشياء كلها حاضرة، إنه تراث مسيحي يهودي يعني تقريبا داخل وفي النسيج المجتمعي الغربي. يعني أي مجتمع غربي الآن التراث اليهودي جزء من ثقافته وتشكل بناء على هذه الثقافة. فأول شيء طبعا مهم هذا المصدر اللي هو التراث المسيحي اليهودي والتراث اللاتيني الروماني والتراث اليوناني، إنه قالوا إنه هاي هي مصادرنا، وإنه العقل الأوروبي هو عبارة عن صيرورة مستمرة من اليونان لغاية مشروع النهضة الحديثة. الآن حسن حنفي يقول أن هناك عناصر مسكوت عنها في داخل يعني داخل هذا التفكير الغربي، إنه سكتوا عن مصادر لم تذكر. يعني أول مصدر اللي هو المصدر الإسلامي أو الشرقي، يعني هي الحضارة الغربية يعني تشكلت بناء على أنه استلمت التراث العربي الإسلامي. هذه الجزئية مفقودة من الاعترافات الأوروبيين بمصادرهم،
وهذا طبعا شيء مهم يجب أن يدرج. طبعا هذا من أهم نتائج علم الاستغراب، أنه أن حسن حنفي كشف عن المصادر الغير المعلنة للوعي الأوروبي. أكدوا. نعم أكدوا. نعم طبعا بواسطة طبعا هو الأدوات البحثية التي استعملها، أنه قال أنه هم تجاهلوا هذه الجزئية، وشيء آخر أنهم تجاهلوا المجتمعات الأوروبية الراهنة. يعني لما أوروبا أرادت أن تدخل للحداثة أو لعصر النهضة، أخذت التراث اليوناني وأخذت التراث المسيحي الأوروبي وأخذت الروماني، بس الواقع المجتمعي الأوروبي الراهن هذا مسكوت عنه. كيف؟ هذه طبعا من الأشياء المهمة التي كشف عنها حسن حنفي، وهي أن هذه الحضارة الراهنة الأوروبية التي حملت هذا المشروع النهضة كانت حضارة مادية وثنية لا تمت للروح بالسلام. يعني كانوا هم، ولنقل بأن يعني الشعوب الأخرى كانت تدعوهم حضارات بربرية وحضارات همجية. هذا المصدر الأوروبيين لا يعترفوا فيه، ولذلك حسن حنفي بقول إنه هذا يعني المشروع المادي الوثني هذا، إنه هو استوعب الحضارة اليونانية، وهي حضارة طبعا مثالية كما نعلم أرسطو وأفلاطون وغيره، واستوعب أيضا الحضارة الروحية الأديان اللي هي التراث المسيحي والتراث اليهودي، ولكنه بعد فترة من الزمن استطاع أن يلفظ هذين المصدرين. يعني الحضارة الغربية مع تقدمها بعد عصر النهضة والحداثة من القرن 19 أصبحت تنقد الحضارة اليونانية، وثارت على المثالية اليونانية، وظهرت الوضعية، وضعية أوغست كونت وغيرها، والتيارات المادية التي تمردت على الروح اليونانية المثالية، وأيضا ثارت على التراث اليهودي المسيحي من خلال نقدها للدين. يعني الصراع اللي حصل طبعا في بداية الحداثة صراع جبابرة بين الفكر الكنسي وما بين الفكر الذي جاء الفكر الحداثي، وانتهت بهزيمة الكنيسة هزيمة تامة، إنه الكنائس والدين في أوروبا حيد تماما نتيجة انتصار القوى الرأسمالية على النبلاء والكنيسة. طبعا كان في العصور الوسطى النبلاء يعني هم طبقة النبلاء الأرستقراطيين متحالفين مع الكنيسة. الآن الحداثة جاءت لكي تفرغ العالم الغربي من كل ما هو مقدس، كل ما هو روحي، كل ما هو ديني. يعني هي الحداثة أصلا تعريفها هي إفراغ العالم من السحر وكل ما هو مقدس وكل. فبالنتيجة يعني التي توصل لها حسن حنفي، إنه الغرب لفظ هذين المشروعين اللي هو بيدعي إنه هو أخذ من اليونان وأخذ من هذا، هو بالنهاية لفظهم عن طريق النقد ونقد النقد. والآن يعني الكنيسة محيدة، والفلسفة اليونانية هي فلسفة متهمة بأنها فلسفة مثالية. فلذلك هنا يعني فكك حسن حنفي العقل الغربي، فكك الوعي الغربي إلى عناصره، واستطاع أن يكشف. طبعا هذا هو يعني برضو هو هذا يعني من مهمة علم الاستغراب، إنه الغرب بدعي، إنه يعني الغرب يدعي بأنه صيرورة مستمرة وأنه عقل موحد. الآن حسن حنفي كشف المتناقضات داخل هذا العقل، وقال إنه بهذا العقل ليس العقل الذي نتوهم إنه عقل واحد وأنه وعي واحد وأنه يعني هو بالحرف الكبير العقل الغربي، وكشف التناقض الذي ينخر داخل هذا العقل.
من النتائج الأخرى يعني حسن حنفي أثناء دراسته لتاريخ الوعي الغربي كشف عن مستقبل هذا الوعي الغربي، وقال بأن الوعي الغربي بدأت تنخر من داخله التناقضات بظهور الفلسفات العدمية، يعني إنه هذا الغرب إنه مش كما بيصور نفسه إنه هو يعني مشروع مستقبلي ومشروع أبدي للبشرية، لا، هذا المشروع نخرته بداخله نزعات هدامة، من ضمنها طبعا أول مشروع هدام في الفكر الغربي هو نيتشه. يعني نيتشه يعني ظهر داخل الفكر الغربي، ولكنه مشروع قام على تقويض هذا الفكر، واستمر الفكر العدمي بالفكر الغربي طبعا هايدغر وبالفكر الحديث التيارات ما بعد الحداثة. طبعا كل هذه يعني أنا بعتبر حسن حنفي هو من أفضل الدارسين لهؤلاء الفلاسفة، يعني استطاع أن يكشف كافة النزعات العدمية المتمثلة داخل الفكر الغربي والتي تنخر هذا الفكر وتؤدي كما هو يعني يقول حسن حنفي إنه ستكون نهاية الغرب. وطبعا هي هاي الفكرة مطروحة، يعني إنه من داخل الفكر الغربي في نزعات قالت إنه الغرب مثل شبينغلر، أفول الغرب ونهاية الغرب ونهاية حضارة الغرب. فلذلك أنا بعتبر أنه حسن حنفي في هذا المشروع الاستغرابي استطاع أن يكشف بأدواته البحثية التي لا أقول أنها أدوات عربية، لأن يعني لا يوجد لحد الآن يعني منهجيات، هو استخدم منهجياتهم واستطاع من خلالها أن يكشف كل التناقضات التي تنخر هذا الفكر. طبعا في مشاريع استغراب كثيرة طرحت، يعني بعضها ضمني وبعضها صريح، يعني مشروع حسن حنفي مشروع استغراب صريح إنه أنا أريد أن أجعل من الغرب موضوعا وأجعل من نفسي دارسا، أريد أن أكون ذاتا والفكر الغربي يكون موضوعا، هذا فكر صريح. الآن المشاريع الأخرى مثلا في مشروع مطاع صفدي، والكل بيعرف مطاع صفدي، مطاع صفدي يعني امتلك يعني هذه المعرفة الكبيرة بالفكر الغربي، وطرح مشروع نقدي، نقد الفكر الغربي، نقده في كتاب اسمه نقد العقل الغربي، وهذا الكتاب حتى ترجم للغة الفرنسية كمان، يعني من الكتب النادرة التي ترجمت من بالفلسفة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. مطاع صفدي لم يستطع أن ينقد الغرب بأدوات بحثية أو منهجيات عربية، وفضل أن ينقد الحداثة الغربية بأدوات ما بعد الحداثة. يعني هو عندما أراد أن ينقد الحداثة لم يجد أدوات بحثية أو منهجيات ينقد فيها هذه الحداثة، فنقد الحداثة بما بعد الحداثة. يعني إحنا لما نقول إنه في نقد للحداثة الغربية وللعقلانية الغربية وللفكر الحداثي الغربي، يعني في نقد من داخله. فلذلك يعني مطاع صفدي يعني اعتراف صريح أنه الفكر العربي لم يصل للكينونة بذاته بحيث يكون قادرا على موضعة الفكر الغربي. وهناك مشاريع أخرى، يعني عندنا مثلا مشروع، في مشاريع ضمنية، طه عبد الرحمن أراد أن يخضع الفكر الغربي لعلم الكلام، وكانت النتائج يعني ليست، لأنه أنت علم كلام من القرون الوسطى الإسلامية من العصر الوسيط، يعني لم تتطور، يعني أنك أنت تيجي علم الكلام أنه يخضع الفكر الغربي ويستطيع أن يلم بأسرار هذا الفكر وينقلها بلغة علم الكلام. يعني من المفارقات أنه مثلا طه عبد الرحمن أراد أن يترجم
أنا أفكر الديكارتية اللي هي أنا أفكر إذن أنا موجود، أراد أن يعني ينتجها بنسخة عربية، قال انظر تجد، نظر يعني انظر تجد، وأنا اعتبرتها يعني عبارة عن يعني لا يعني لا تنفذ إلى عمق المقولة الديكارتية التي جعلت من الفكر موازي للوجود، أو جعلت الفكر هو أساس الوجود، إنه الذات المفكرة هي جوهر الإنسان. فالنظر يعني ما أدري ماذا يقصد فيه النظر، النظر العقلي أو النظر، وندخل في تأويلات. يعني أعتقد أنه طه عبد الرحمن لم يستطع أن يخضع الفكر الغربي لمنهجيات علم الكلام. حسن حنفي يعني استخدم المنهج التاريخي، واستخدم المنهج الظاهراتي وغيرها من المناهج في سبيل دراسة العقل الغربي، وأعتقد أنه يعني أفضل مشروع منضج استطاع أنه يقارب العقل الغربي ويموضعه، ولو طبعا في يعني في خلينا نقول في نواته الأولى، لأنه مشروع الاستغراب بحاجة إلى جهود كبيرة جدا، بحاجة إلى جهود مفكرين. والآن يعني احنا مطالبين أنه ندرس هذا الفكر الغربي ونخضعه ونموضعه ونفهم أسراره. طبعا نرجع لإدوارد سعيد اللي هو أطلق المصطلح. إدوارد سعيد ليش ما عمل مشروع استغرابي؟ إدوارد سعيد درس الغرب ونقد الغرب أعمق نقد، يعني الدراسات الاستشراقية بعد نقد إدوارد سعيد انتهت. يعني إدوارد سعيد يسجل له أنه قوض الاستشراق، الاستشراق انتهى وإلى غير رجعة، يعني على الصعيد البحثي والصعيد الأكاديمي انتهى الاستشراق بعد نقد سعيد يعني الجبار، انه الان الاستشراق في دوائر السياسيه فقط، يعني مركز الدراسات الايرانيه، مركز الدراسات الاسيويه، مركز ما دراسات الشرق الادنى، مش عارف يعني كلها الحقت بوزاره الخارجيات، يعني خرج من لانه إدوارد سعيد يعني قدم مقاربات نافذه وعميقه جدا في نقد الاستشراق. وطبعا هو الرائد، يعني احنا هو لم ينعت مشروعه بالاستغراب، ولكنه بأدواته البحثية الجبارة استطاع أن يقوض الفكر الاستشراقي، واللي هو يعني الفكر الغربي لما تعامل معنا كله من منطلق الاستشراق. يعني حتى أشد الفلاسفة تقدما هم بالنهاية مستشرقين، ونهلوا من أفكار المستشرقين. يعني كما أوضح إدوارد سعيد أنه حتى كارل ماركس، كان ماركس هو كان استشراقي، وكتب عنه يعني إدوارد سعيد كم صفحة نقده. يعني كان ماركس كان ضد الثورة الجزائرية، وكان ضد وضد وضد. يعني كان ماركس ما اعتقد دميته إلا أنه كان ملحقا بالمشروع الاستشراقي بنهاية المطاف، خاصة في يعني مرحلته الأولى. الآن إدوارد سعيد ما هي الأدوات البحثية اللي استخدمها؟ طبعا فشلت كل المحاولات السابقة في نقد الاستشراق وتقويض هذا الفكر الهدام اللي هو خدم الظاهرة الاستعمارية. كان قبل إدوارد سعيد أنور عبد الملك، أنور عبد الملك قبل إدوارد سعيد بعشر سنوات نشر مقالة حول الاستشراق في أزمة، ونشرها في مجلة فرنسية يعني محكمة. ولكن الذي استطاع أن ينفذ إلى عمق الفكر الاستشراقي هو إدوارد سعيد. لماذا؟ لأنه وظف مناهج غربية. يعني هو الآن هو نيجي لنقطة مهمة جدا، أنه لماذا كان مشروع حسن حنفي محدود النتائج، مع أني أنا بقول أنه فيه له نتائج، يعني نجح نوعا ما، ولكن النجاح الكبير كان لإدوارد سعيد، لأنه لم يستخدم المناهج اللي كان يستخدمها المستشرقين. يعني أنت بدك تنقد الفكر الغربي مش تيجي تستخدم مناهجه، المنهج التاريخي. طب ما هو المنهج التاريخي الغربي بحق بالتاريخ حسب ما هو، يعني هاي الحقبة اليونانية، الحقبة الوسيطة، الحقبة الوسيطة هاي حقبة مظلمة. طب إحنا بالنسبة لنا مش مظلمة،
احنا كنا في عز ازدهارنا، يعني احنا ممكن نحق بالتاريخ بطريقتنا. انتوا كنتوا في العصور الوسطى الغرب، احنا كنا في اوج ازدهارنا. الحضارة العربية الاسلامية كانت في الكيمياء وابن الهيثم وغيره، والغرب غارق في لذلك التحقيب التاريخي او المنهج التاريخي الغربي لا يمكن انه انت تستخدمه ضد الفكر الاستشراقي او الفكر الغربي، لان هو 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 قائم، يعني هم مبتكرين. فلذلك يعني انا اخذ على حسن حنفي انه وظف مناهجهم، فلذلك كانت نتائجه محدوده الى حد ما. الان ما هي المنهجيات اللي استخدمها ادوارد سعيد؟ ادوارد سعيد استخدم المنهج البنيوي. طبعا كان هذا المنهج البنيوي تطور في بعد الحرب العالمية الثانية، يعني منهج معاصر ومعترف به داخل الساحة الغربية. لذلك إدوارد سعيد هو لحظة من لحظات العقل الأوروبي، يعني هو إذا تحقيب هو داخل العقل الأوروبي، يعني إدوارد سعيد ليس خارج، ولكنه استطاع بمنهجياتهم أن يقوض المشروع الاستشراقي. استخدم منهج فعال جدا اللي هو المنهج البنيوي، وقرنوا بالمنهج الفوكوي اللي هو منهج ميشيل فوكو. ميشيل فوكو كان عنده مشروع اللي هو السلطة والمعرفة. فلذلك إدوارد سعيد عندما يعني كشف عن حاول أن يقارب الفكر الغربي، قال حسب يعني منهج ميشيل فوكو إنه خلف كل خطاب معرفي هناك سلطة تقف خلفه وتتبناه. يعني ميشيل فوكو يقول لا يوجد خطاب معرفي محايد البتة أبدا. أنت تشوف خطاب قدامك، خطاب حداثي، خطاب كذا، عندما تنظر للخلف تجد قوة خلف هذا الخطاب، إنه ما في إشي محايد، ما في فكر ينشأ بالفراغ، فكر من أجل الفكر، لا. هذا المنهج الفوكوي اللي استخدمه إدوارد سعيد كان فعالا جدا. يعني فوكو نفسه ما قدر يعمل اللي عمله إدوارد سعيد، يعني قدم لميشيل فوكو أدلة قاطعة على ترابط السلطة بالمعرفة، إنه هاي المعرفة الاستشراقية مش معرفة محايدة، وإنه هذول المستشرقين باحثين يعني محايدين لا أبدا، كلهم كانوا في خدمة الظاهرة الاستعمارية بدون استثناء، بما فيهم أسماء نحن نقدسها، ألبير كامي وغيرهم. طبعا كانوا في خدمة الظاهرة الاستعمارية، إنه كل المعلومات اللي جمعوها على الشرق هي بالنهاية كانت في خدمة الظاهرة الاستعمارية. فلذلك إدوارد سعيد الفرق الكبير عن حسن حنفي أنه استخدم مناهج فعالة. المستشرقين كانوا يستخدمون فقه اللغة المقارنة، يعني المنهج يسموه المنهج الفيلولوجي أو فقه اللغة. طول عمرهم طبعا من بدأ الاستشراق وتطور وأيام أرنست رينان وغيره، هو كان يستخدم المنهج فقه اللغة المقارن. إجا إدوارد سعيد فجأة قوض هذا يعني في الدراسات الاستشراقية، وبدأ بمنهج جديد وهو غربي ومعترف به. فلذلك الصدمة اللي يعني ما حد قدر يجاوبه، يعني أنت جئت بمنهج جديد قوض كل المشروع، كشف عن كل من خلال يسموه النقد الثقافي المقارن. النقد الثقافي المقارن بيّن أنه كل هذول جين أوستن والروائيين وكيبلينج وغيرهم هم بالنهاية في خدمة المشروع الاستعماري. لما تحلل رواياتهم كلها روايات يعني تضج بالفكر الاستعماري. لذلك هنا يعني أهمية المنهج، يعني يجب أنه إحنا دائما عندما نقارب أي مشروع فكري المنهجيات الفعالة. لذلك مثلا هنا يبرز السؤال الأصعب، أنه إحنا الآن بحاجة لمناهج بحثية متقدمة لكي نقارب هذا الفكر الجبار. يعني الفكر الغربي إحنا مهما نقدناه لذلك يبقى فكر، وهو الفكر المسيطر الآن.
ويحدث، يعني الآن طرح عقلانيات جديدة، يعني عقلانية هابرماس، ويعني أهم تجديد حصل بعد كانت. لذلك إحنا يجب أن لا نستهين بأدوات، يعني بدنا أدوات بحثية متقدمة. يعني مثلا إدوارد سعيد ممكن يكون يعني أنا بعتبره يعني من الرواد الأوائل اللي قدر إنه هو يوظف منهجيات حديثة، واستطاع أن يقوض هذا الفكر الاستشراقي ويكشف عن كل ألاعيبه. أعتقد يعني هيك إحنا يعني تكون غطينا موضوع الاستغراب ونقد الاستغراب والمشاريع الرديفة والتي يعني قاربت يعني الاستغراب من منظور حنفي، من منظور سعيد، من منظور كذا. وخلينا نسمع من الحضور، وممكن تتولد أفكار يعني طبعا أكثر في هذا المجال. وشكرا لكم وشكرا لمقدم الجلسة. شكرا أستاذ مجدي على هذا الإضاءة. والحقيقة أن الموضوع يعني استاهل أكثر من جلسة، استاهل يعني استاهل وقت أكثر من هيك، لكن حرصا على الوقت الناس أثرنا بهذا الوقت واستكفينا بهذا الوقت من القراءة. ما بعرف إذا حدا عنده أي سؤال أي استفسار. طيب بنبلش في الختيار محمد فاروق. مساء الخير. بس السؤال خلينا. والله حكيتك أنت. مساء الخير. شاب. شاب. سمعنا وشكرا للأستاذ مجدي. يعني أنت أستاذ مجدي عامل زي باقة هالورد، كل ما نشم وردة بتفتح لنا وردة بوردة وبتفتح يعني عصف ذهني. وأنا بدي أرجع لمسألة يعني أشرت لها مرتين حضرتك. أولاً اللي حكى عنه مارس وهي الشعوب غير قادرة أن تحكم ذاتها بشكل أو بآخر. والمسألة الثانية اللي تفضلت فيها أنه هم أخذوا من عندنا بلحظة من اللحظة إحنا كنا حلقة وصل. هلا هاي العقلية اللي تعاملت معنا بعقلية المستعمر غيبتنا على أرضية أنه إحنا ناس رعاع، ولا على أرضية أنه هو يعني الأعلى زي ما بحكي نيتشي الأنا العالية. هذا جانب. الجانب الثاني، يعني أنا ما بعتقد إذا بالمرحلة الحالية قادرين إن نأخذ هذا المشروع الأوروبي بأدواتنا. ممكن نلجأ زي ما تفضلت أنت، لا زي ما نقدوا إدوارد سعيد بأدواتهم. لكن أنت بتعتقد بالمرحلة الحالية قادرين إن نعمل مشروع نقدي استغرابي؟ شكرا. طب نأخذ مجموعة من الأسئلة وبجاوب. سؤال أنا بدي أسأل أستاذ مجدي عن حجم التناقض في الموروث من التراث اللي وصل لنا والتناقض في موروث الثقافي والتراث في الغرب. يعني هون بعتقد انه في شيء اساسي في طريقة قراءة الفكر الاخر. كم حجم التناقض اللي موجود؟ سألتك سلامة. طيب تفضل سلامة. والله أنا بحكي يعني قبل الاستغراب يجب أن نقول ماذا يملك الشرق اليوم في هذا العالم. يعني زي ما حكى الأستاذ إحنا عندنا تراث، خلينا نحكي تراث عربي قومي، تراث ديني إسلامي، تراث مسيحي، يرفض أصحاب التراث كلهم الاعتراف في الآخر أو الاقتراب منه، في مقابل أنه لا يقدم أصلا مشروع تصدره للعالم. يعني لما أنت بتيجي خلينا نحكي على تراثنا الديني، هل أنا أستطيع أكفر العالم الغربي وأحرم جيزته وأكله صح؟ هل أنا اليوم قادر على صناعة، يعني اليوم الصراع الصناعي أقوى من الفكري صح ولا لا؟ لأنك أنت عبارة عن مستهلك في أدوات تسيطر على كل حياتك ما بعد العولمة. الغرب اليوم ترك كل شيء ونظر في الصراع الاقتصادي، الصين، روسيا. اليوم الوطن العربي هو لا يملك مشروع اقتصادي، مشروع استهلاكي استبدادي داخلي. يعني هو لا يريد الإسلام لا التراثي ولا الحداثي، لا يريد اليسار. انت لما حكيت فعلا عن اليسار الإسلامي في ناس بيستفزوا كأنه اليسار يعني ايديولوجيا ماركسية محصورة. لا، هو انت لازم تغير فكرك. الحياة آخر 20-30 سنة أخذت منحة في التعاطي مع الآخر. اليوم حتى انت كعربي أصبحت تشكل ثقافة داخل الدول الغربية. أنا بقرأ خلال 2050 راح يكون نسبتنا في روسيا 10 ملايين. بس هل الفكر اللي إحنا اليوم قبل ما ندرس الاستغراب إحنا دارسين تاريخنا وواقعنا ووضعنا مشروع مستقبلي؟ هذا أساس سؤالي. بس نقد التراث هو إعادة إنتاجه أم إلغائه فقط؟ سؤال حلو، لأنه أبو زيد هو يتحدث في ذلك. طيب من ضمن
طيب قبل ما ندخل الأسئلة هو أنت تسألش ممنوع سأل أو ذكرت واحد كيف أبو عادي يا سيدي على العموم هو سؤال بسيط جدا أنا بشكر الأستاذ بجدي على هاي يعني المقاربات الجميلة لكن للأسف الشديد أغلب المفكر العرب هم يعجزون ويقفون عند حافة المفكر الغربي ونقطة يعني للأسف الشديد خلال احتكاكي في أغلب المفكرين العرب أو الباحثين تجده ينتهل جميع معرفيته من الواقع الأوروبي أو من الثقافة الغربية ويعجز أن يتحدث عن ثقافة الذات اللي هي الموروث. نحن بحاجة إلى مشروع تصالح مع الذات والتراث وإنتاج التراث بما يتناسب مع الحدث. يعني أزمة يا ناصر بدك تحكي أزمة عميقة جدا. الآن السؤال هل سبق أنه كتب أحد من المفكرين العرب عن بنية الوعي الأوروبي غير الأستاذ حسن حنفي أو تحدث في عمق بنية الوعي الأوروبي وانتقد الوعي وحكى عن بدايته وحكى عن نهايته كما تفضل حسن حنفي وشكرا. طبعا يعني احنا نوهنا يعني انه ادوات الفكر العربي المعاصر لا زالت قاصره وانا طبعا يعني اشيد بمحاوله حسن حنفي ما انتجه جيد ممتاز بس يعني انت وين لما تقارن انت المشروع الاستشراقي الذي جند عشرات مئات المستشرقين بادوات بحثيه متقدمه واستطاع أن ينتج هذا المشروع الضخم إحنا وين الجهود اللي عملناها يعني مشروع يعني مشروع حنفي جيد مشروع حنفي جيد ولكنه لبنة بسيطة جدا في يعني بعدين طبعا غسان سلامة يعني واحد يمكن سامعين فيه دعا إلى مشروع استغرابي واسع أنه إحنا الآن يجب أن تنصب جهودنا لدراسة الفكر الغربي يعني هاي بداية حسن حنفي يعني شو اللي عمله أنه بدنا إحنا مناهج بحثية متقدمة بحيث أنه إحنا نموضع هذا الفكر أنه محمد فاروق بيقول لي هل نحن قادرين أقول لك الآن لا بدنا جهود جبارة في سبيل أنه ننتج مشروع والطريق طويل جدا يعني احنا النوايا يعني هي باعتبار انه هاي منهجيات اصبحت ملك للإنسانية وكذا وغيره ولكن وقع في مطب انه هو التحقيب التاريخي انت لما تقول تاريخ والمنهج الفينومنولوجي والمنهج الظاهراتي يعني انت لا تستطيع انه انت تقوض العقل الغربي فيه مش يعني مش قضية يعني داخل الفكر الغربي كان لهم دور فعال أكثر من برا يعني اللي نقدوا الفكر الغربي من خارجه ما كانوا هالفاعلية يعني مرت مرور الكرام الفعال كان من داخل الفكر الغربي ولذلك هنا تكمن أهمية إدوارد سعيد يعني امتلك المناهج الغربية ولكنه يعني كان له عقل غربي ولكن قلب عربي يعني كان يصطف يعني هو مصطف لمصالح الشعب العربي يعني إدوارد سعيد حالة نادرة يعني هسه مثلا هو يلتقي مع كل المفكرين الحداثيين ما بعد حداثيين مع ميشيل فوكو مع جاك ديريدا وكذا بالمنهجية بس جاك ديريدا غربي ميشيل فوكو غربي ويعني يعني مصالحهم يعني الاصطفاف مع حضارتهم يعني لا يمكن يوم من الأيام أن يأتي أحد من داخل الفكر الغربي يقوض حضارته. النقد الجذري الوحيد جاء اللحظة المنفلتة في الحضارة الغربية في النقد اللي هو نيتشه. نيتشي نسف كل جذور الوعي الغربي وطبعا هو يسجل لنيتشي ويسجل أيضا لفرويد. فرويد قال بأنه اللاوعي هو الأساس يعني إيش هذا الوعي اللي هو تاريخ الوعي الغربي كله نسفه وأثبت أنه كل المحركات السلوك عند الإنسان هي محركات لاواعية
يعني هذا طبعا كان النقد الفرويدي برضو نقد جذري والنقد النيتشوي. لذلك لما انت تمتلك ادوات هايدغر ايضا يعني النقد في كتابه وانتج طبعا مقاربات اخرى غير عقلانيه، وانت اذا تريد ان تقوض الفكر الغربي يجب ان تقوض هذا العقل. لذلك كل المحاولات لتقويض الفكر الغربي كانت تركز على المشاريع اللاعقلانية، واللاعقلانية بدأت من نيتشه. نيتشه قال العقل ليس هو الأساس، الحياة هي الأساس، والعقل هو جزء من الحياة. هذا حكي موضوعي. العقل هو الذي يتشكل. هذا انت هيجلي انت. يعني هيجل قال انه العقل هو المنظم للحياة وانه هو الأساس وهو الذي ينتج، بينما نيتشه قال لا، الحياة هي الأوسع. لذلك كان نيتشه يحتفي بالحياة وبيعتبر انه العقل هو جزء من الحياة والفكر جزء من الحياة. يعني بعبارات طبعا نيتشه مشكلته انه هو انتج شذرات فلسفية. يعني لما تقرأ لنيتشه ما في له كتب فكرية منظمة، ولا كان دمر العقل الغربي برمته. يعني مرضه وظروفه الصحية ما خلته ينتج يعني فكر منظم مثل مثلا الفكر الهيجلي أو الفكر الكانطي، لا، يعني شذرات فلسفية بس كان إلها وقع يعني المطارق، وإله هو طبعا شذرات مطارق، يعني هو هذا التعبير كمان من نيتشه نفسه، مطارق على رؤوس الفكر الغربي. واستطاع يعني استطاع أن ينشئ تيار، يعني كل التيارات اللي اجت بعد اللاعقلانية هي العراب نيتشه. لذلك أنا بعتبر نيتشه لحظة منفلتة يعني في تاريخ الفكر الغربي، لم يستطع أحد من خارج الفكر الغربي أن يقوم بهذا الدور ومن داخله. يعني طبعا هون بنرجع لسعيد، سعيد يعني في هذا الموضوع بالذات، يعني إنه هو الاستشراق، وعندما أرادوا أن يعني يردوا عليه ردوا عليه بالشتائم. يعني هو زعيم المستشرقين برنارد لويس لما قرأ كتاب الاستشراق صدم، قال هذا هراء، هذا صار يسب. يعني ما قدر انه ما حد قدر يفند سعيد الماركسيين العرب. سعيد ما حد يعني سعيد التماسك لغايه اليوم، سعيد متماسك ولغايه اليوم تؤلف كتب وشكل تيار في العالم يسموه التيار السعيدي، اللي هو تيار ما بعد الكولونياليه، تيار نقد الكولونياليه، تيار كامل. هو الان انت تستطيع ان تضع سعيد في مواجهة الهيمنة الغربية. يعني أنت الآن في إدارة الصراع مع الهيمنة الغربية ممكن يكون خطاب سعيد، لأنها هي حرب خطابات. يعني الأدوات الآن يعني يمكن تكون الحروب مسألة أخرى، ولكن على صعيد الخطاب أنا بعتبر إدوارد سعيد هو الأهم في إدارة الصراع مع الغرب الآن. خطاب يعني طلع بالهند وباكستان وحتى داخل أمريكا نفسها، تيار كامل. يعني كتاب الاستشراق أصبح هو الإنجيل لهم. طبعا كنا نتمنى أنه كتاب الاستغراب تبع حنفي يأخذ مدى، بس يعني مناهج البحثية في بعض الخلل في المنهج وبعض بعض الأشياء التي لا تليق بفيلسوف أن يقولها. يعني هو نقد للفكر الغربي مرات يأخذ الحماس ويصبح غيبي. يعني كان ينقد الفكر الغربي ويقول بأنه عبارة عن صيرورة متشكلة تاريخيا. طب هذا ما هو، هذا مش هذا، يعني هذا ليس عيبا إنه هو في التاريخ، بينما الذات العربية أو الذات العربية الإسلامية هي ذات توجد، ذات منزلة ولم تتشكل بالتاريخ. يعني هو هذا بيعتبرها انه هي ميزة للفكر العربي الإسلامي، انه ذات منزلة او توجد ولا تصير. بس اجت في سياق تاريخي. هذا طبعا يعني انا مش عارف كيف بحكي، اجت في سياق تاريخي. هذا يعني يعتبر طبعا هو كفيلسوف لا يعني مستهجن انه يقول كلام مثل هذا. طبعا يعني وين عمر
طبعا هو حنفي يصنف كيسار اسلامي، يعني هو بيصنف نفسه يسار اسلامي. فهم جدعان كمان. يعني في طبعا يسار، هو الاسلام مش كله يمين، مش كله نقل، يعني في نزعات طبعا يساريه. وحسن حنفي اختار يعني من طبعا هو كل واحد يختار من التراث العربي الاسلامي ما يناسبه ويناسب منهجه، فهو اختار يعني شيء معين اعتقد انه هذا يمثل يسار، فهو يصنف يسار اسلامي. والفكر الغربي في تناقضات كثيره، يعني انت اذا بدك توظف التراث العربي الاسلامي فكر متناقض عندك لما تيجي انت طبعا فكر متناقض. يعني انت لما تيجي انت حتى لو بدك تاخذ علم الكلام، علم الكلام بداخله في تيارين متناقضتين، الاشعري يقسم لقسمين علم الكلام، الاشعري والمعتزلي. بالاخير احنا التيار المعتزلي انهزم، اللي هو التيار العقلاني الثوري اللي هو نقدي كان، وجعل من العقل اللي هو يعني المصدر الاول الاصول. ليش اعتبرت محمد عبده وجمال الدين الافغاني امريكيين فكر؟ لا غربيين. لا اخذوا الحضاره الغربيه، هم اول من دعوا للتجديد. طبعا يعني بس التراث في يد والمعاصره في يد ثانيه، يعني ما حادوا. يعني انا اقدر فيهم واجلهم انه الحضاره الغربيه كانت بالنسبه لهم مصدر اساسي، ولكنه التراث من اجل الهويه. يعني انت اذا بدك تاخذ بس بالفكر الغربي خلص هذا تغريب، يعني تغريب فقط. انا كثير بشوف اتهامات لجمال الدين الافغاني، قرات له كثير، لا ارى هاي التهم المتكدسه على الرجل بالرغم من حروف من الجميع زي ساعة التهموشي وساعة المان وساعة مسوري. يعني حاول انه الحشوات الفقهيه في الازهر تواكب الواقع شوي. لا لا لا، انا بعتبر جمال الدين طبعا هو استاذهم كلهم، بس بالاخير هي المشروع كله تبلور عند محمد عبده. محمد عبده كان يضم الجناحين بشكل متمازج وبشكل خصب. عندما توفي محمد عبده انقسموا الجناحين، طلع التيار السلفي من داخل محمد عبده. محمد عبده ماسك الاثنين كان بشكل متوازن. عندما توفي محمد عبده من داخل محمد عبده، من مشروع محمد عبده، طلعوا السلفيين وطلعوا التغريبيين. طلع محمد رشيد رضا ما هو من تلامذة محمد عبده، والتيار السلفي كله هذا طلع من، بس محمد عبده كان ماسكهم متوازن. كان محمد عبده محمد رشيد رضا عادوا للسلفية. محمد رشيد رضا سلفي، هو أبو السلفية كلها، والكل اللي أجوا وراهم تبعوه. أنتج حسن البنا اللي أسس حسن البنا أنتج على فكرة الشاعر مختلط فيهم، هم سلفيين بس بقرأوا من الكلام، يعني منهجهم في الحياه وعلم الكلام الاشعري. لا انسى انسى اسسهم الغزالي، هم سلفيين بس عقيدتهم اشاعره، اما منهجهم في الحياه. يعني انا مسلم بصلي في الجامع، صراحه الخطاب اللي عايشه مش قادر، اذا حطيت ارجيله بكفوه، اذا سمعت فيروز بعد مبروك طال، اذا رحت عند مسيحي في شجره عيد ميلاد بتخلصش. هذا الفكر بدعيك لرهبانيه الكنائس. هاي الازمه، لا هذا ازمه احنا المسلمين قاعدين نعيشها، كيف تصدروا الامور؟ هاي الازمه بتحلها لما تقرا التراث. عيد ميلاد جيرانك صح، قرايبك بتتصف امك ولا عمر كفر. يعني هذا الخطاب الاسلامي زي ما حكى الاستاذ، انسى الخطاب السياسي ومصايبه واجهزته، الخطاب الاسلامي احنا نفسنا المسلمين مش قادرين نسيطر فيه. يعني انت بتعيش الوهابيه والرخاء في كل مكان. عمر بنحكي فيها بزيد سداري. يعني طبعا يعني نقد التراث اعاده، يعني نقد التراث واعاده انتاجه ام الغاءه وكذا، هاي التساؤلات. طبعا هم عمر نقد التراث، طبعا هم المفكرين اغلبهم اتبعوا التاويل. طبعا انت ما بتقدر تنكر النص، ما بتقدر تنكر نصوص نقل موجود عندك. الحيله الوحيده اللي اتبعوها من اجل انه هم يخلقوا افكار جديده ويحركوا الساحه اللي هو عن طريق التاويل. انت ما بتقدر، نص ثابت ما بتقدر تغيره، ثبات النص. بس انت المعركه معركه تاويل. طبعا احنا ما حكينا طبعا حسن حنفي عنده مشروع تاويلي،
يعتبر التأويل مخرج مقبول. أي شيء أنت بدك تطرح أفكار جديدة تعال أول. لذلك مشروع أبو زيد ما هو يعني تلميذه لحسن حنفي، فطلع بالمشروع التأويلي. أبو زيد هو لم يخرج عن التأويل، بس هذا التأويل لأنه تأويل ثوري يعني أقض مضاجع الأزهر وثاروا عليه وكفروه يعني نكلوا به يعني حسن حنفي، وبرضه حسن حنفي، ولكن حسن حنفي كان له سلطة أكاديمية وكان أستاذ جامعي وكذا، حاولوا معه بس ما قدروا أنه يقوضوا مشروعه. وبعدين هو مش كثير متطرف يعني، حسن حنفي نوعا ما مقبول، مقبول يعني تأويلاته مقبولة، ولكن طبعا هذا التيار نما وتطور يعني طلع تأويليين ممتازين يعني آخرهم كان شحرور، شحرور قلب طلع ديانة جديدة من طريق التأويل، ضل دين جديد إله هو يعني حتى لما تجد لحاله يعني لذلك التأويل التأويل أداة فعالة، ويجب على كل مشروع أنه يستخدم التأويل. وشكرا لكم ونرجو أن وشكرا مرة ثانية لحضراتكم وأصغاركم وتفاعلكم، وشكرا شاب بجدي على هذه الإضاءات القيمة، ويعطيكم العافية. أنت ما في وجهة نظر معينة، بس في سؤال. حاضر. هل أبو زيد أخرج النص من القدسية؟ كيف؟ أنزل النص من القدسية؟ مين؟ لا. قال مش القدسية. أنزل من القدسية. تقريبا، بس هو شو حكى؟ قال النص انه لما ينزل يصبح ملك، يصبح تاريخي ملك للمتلقي. صح، حتى النص المقدس نص القران. يعطيك العافيه.